صراحة حلوة اللي يجيبها العائلة الأولاد هنا صراحة ينبسطوا يستانسوا صراحة مكان لطيف حق العوائل حق الشخص اللي بعد مع نفسه كذا بنفسي حلوة بس أنا أشوف العوائل حلوة يعني يجيب الأولاد هنا ينبسطوا حلوة يعني اركب الشاحن بس عشان ما تطفي الكاميرا والله الكاميرا هذه حلوه يا جماعه صراحه تقدر تشحنها وهي تشتغل ثانك يو عايز كريم مانجا ثانك يو يا باشا مانجا حاجه حلوه ما انا عارف احلى حاجه في الدنيا المانجا عايز كريم شكرا يا باشا المنطقة ديت يا اخوانا منطقة الجميل والاحصنة شنو جمع حصنات حصن
خير خير صح نسيت اللي هي دي. بس اسمك جميل ايه بقى؟ اهلا وسهلا. كم اللفه؟ اللفه الكبيره اكبر حاجه عندك. سواج انا من سواج. يا مرحبا. من فين؟ من سواج. انا من طحن. بجد؟ والله والله انعم بيت الوكيل. اهلا وسهلا. الله اكرم. اللفه الكبيره بكام؟ انت راجل مصري هنا شوفهم سعرها من 200. 200؟ 200 اللفه الكبيره. اه تطلع تشوف المنزل لول فيو، 9 اهرامات، المقابر، المعابد، تمثال ابو غنوج، ترجع هنا تاني. شفت ازاي يا اخوانا؟ اعمل نفسك مصري تاخذها ب 200. الله يبارك لك. شكرا. شكرا. مصري يقول تاخذها ب 200. لا لسه جاي، خلصت والله. لا حاجة عادية. لا خلاص ركبت حسان، ركبت حنطور، تهريت خلاص بعد ما في له حيل. والله حلوة الساحة هذه مسوينها، مواقف سيارات والجروبات وتركب حطور وتركب خيم نفس المكان. زين الحين نروح من هناك نتمشى عشان نطلع مع الرصيف الأبيض. شكرا. الوقت باش انا مشيت يا المنظر هنا. ها؟ شكرا. فضل المساء يستغل الله العظيم. هذا الطريق الأبيض اللي يطلعك برا.
الشنطة. عشان قاعد اصور انا مزق واحد وانا عارف عشان قاعد اصور مش عايز الكوت ما اقدر اصور نشوفك مره ثانيه ان شاء الله على خير تمين بقى السعوديه يا هلا بالمهلي المهلي بيولي قصه سواج سواج قال لي عشان انت من سواج من بيتي الله يرزقهم صراحة الحصان إذا تركبه تحس إنه مرتفع إذا أنت أول مرة بس تمشي شوي تأخذ عليه أنا أول مرة ركبته صراحة خفت قلت بس راح أطيح بس مشيت بس دقيقتين خلاص خذيت عليه لازم تحرص وانت معاك كاميرا لا تطالع بالشاشة طالع تحت لان الارض مو متسوية الارض كلها يعني حفريات مثل ما تشوفونها خلنا اوريكم تحت شوية شوفوا صعبة والله تنكسر رجلك اذا تعثر تنكسر على طول الارض صعبة هنا فلازم تنتبه وبعدين في نزلات شوف مرتفعات ما ادري والله تشوفون ولا ما تشوفون فلازم تنتبه مو بس تطالع الكاميرا والله مرة قاعد امشي سبحان الله ما وقفت من نفسي والله ولا لو ماشي طايح نفس هذه شوف هذه كان طايح ولو طايح مرة تنكسر رقبتي حيل مرتفع يجب أخذ الحيطة والحذر أكثر شيء بمصر أنا شفته بصراحة الشرطة الشرطة والجيش كل مكان كل لفة كل ما شيء أقول لك كل 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 مكان كل مكان بس انا شايف صراحة كثرتهم على قلتهم يعني النصابين بكل مكان بس انا اقول لك اذا تقول يا عسكري نصابين حاشون يهربون يخافون بصراحة Thank you.
استخدام الاهرامات. ان شاء الله اليوم الفجر المبادره نختمها بالاهرامات. احب المنطقه هذه، احب اتمشى فيها بصراحه. كان نفسي اجي في الشتاء، اكيد في الشتاء تكون حلوه، بس المشكله دائما ما تصدف اجازه ولا تصدف لي فرصه الا بالصيف، ولما اجي بالصيف اتبهدل صراحه، حر 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 صراحه، ما تقدر تمشي والله العظيم. لكن ان شاء الله اذا الله اراد المره الجايه لازم نجي في الشتاء او بدايه الشتاء، يكون الجو بارد. وانت بخير حضرتك. استغفر الله العظيم. وهذا الهرم مسكرينه مخليه لحاله، تذكرت الحاله. شوفوا الهرم مشبكينه، خلي تذكرت الدخول الحالة. دخلت من هنا، لا لا من وراء. والله ابي اروح له نشوف كم تذكرته، بس اتوقع 20 يمكن رخيصه صراحه. ولا مره دخلت، خلنا ندخل. الأستاذ أبو الهول. ما نقدرش ننزل. ما يخلونك تنزل، بس هنا السياج، هنا السياج مثل.
تجي هنا توقف على السياج وتصور. يا عم صورنا. ها؟ صورنا. اسمك ايه؟ طارق. طارق؟ من فين؟ هذا الأستاذ طارق. شوف نفسك على اليوتيوب. ها؟ خواجات ولا عرب ولا ايه؟ قول مثلا عرب. السلام عليكم. ما خلص الكلام ده. ايش فيه هنا؟ ولا حاجه، ده المدخل. اه مدخل. ده داخل من هنا؟ انا دخلت من هنا. شفت ازاي؟ تضايق قلت دخلت هنا، هذا حق الخروج دخلت تضايق وما قصرت تذكره. مو مستاهل تذكره والله. كانوا قاعدين يتكلمون وما دروا عني. صور باب من هنا كده ضف. صورته. صور الثلاثة. ما يبينون الثلاثة من هنا. أبو الهول والهرمين. أبو الهول والهرمين. بص معاك التساكر يا ريس. أنت ما عندي. لا شفتها شكرا. سولو. معايا؟ يابا حطيناك هو. على كم يا باشا؟ بكم؟ كم يا باشا هذا؟ باشا كلمة ديت كم يا باشا؟ شيء ولا منهدى؟ دا شيء ولا منهدى؟ ها؟ شيء ولا منهدى؟ شلون يعني شيء ولا منهدى؟ يعني عاوز تسأل. بكم بكم؟ ده معلم بتفتح امسك كده. بص قلت اعمل كده افتحه بتاع كده. شوفه ايوه. وفي مقاسات، في الصغير وفي الكبير خالص. بس صغير 250 ليه يا باشا؟ انت عاوز كم واحد يا خالد؟ هذا مش السعر ما يشجع عشان نقول كم واحد. اشجع. شكرا. شكرا. يا منهدى ما فيش شيء. شكرا. كم المصباح الكبير هذا؟
الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. كم هذا يا باشا؟ انا بقى بدون معلقه حتى بالمعلقه ما اقدرش احط. كم هذه اللي معك؟ ها 350. وهذا بكم؟ دول الثلاثه مع بعض 40000. هذا الواحد بكم؟ 400. كم اخرها؟ ثلاثة مرة خالية. لا والله مش غالية. شو جيب سارة ولا؟ لا حاجة حلوة ده حجر تقيل امسكه تقيل حجر تقيل. هذا يجي كامل كذا؟ لا يجي كذا كامل؟ لا دي بدي ولا بالهدايا هدايا تبقى هدايا. كم تحسبوا اخر شيء هذا؟ انت عايز كده يعني غير معقول. معقول كل سنه وانت طيب. طيب شب شاي؟ شب شاي؟ باشا هات له شاي فاتح. عطنا شاي بدون سكر لو سمحت. واحد شاي من غير سكر. في فتلة ولا بدون؟ بدون فتلة. شاي ماشي عروسة. وسط كده ما تكثرش. شاي العروسة. شو اسمه؟ 500 مش كويس؟ والله اشوفها معقولة يعني. والله ما. بالله. هو تمنه عليا. الواحد 250. بدون سكر يا باشا؟ بدون سكر. بدون سكر. واحد ماشي خلي له هذا. بس بخلي حد يجمع. بس خليه علينا. لا لا ما لا خليه علينا. بسيطة الشغلة يعني. واجب علينا بسيط يا حجي. منين؟ سؤال سؤال اللي علينا. طيب بسيط يا ابن الحلال. خذ يا حجي خلي علينا باشا. شكرا. طلع السكر. انا عندي سكر حق السكر الاسمر. طيب ماشي. انت احمد الفيني صح؟ أحمد لك المعلقة. هات له المعلقة والنبى فضل. امسك له الكوباية فتحة عشان جامدة. شكرا. تقول لي 500 ما يجيش هو.
ينفع نقدم لك من غير اي حاجه. وكم يعني اخره؟ نخليه 550. قول لهم لك 900. كثير والله يا باشا. والله ما كثير. اعتبر واخد منك 100 جنيه مكسب. والله كثير يا باشا. والله ما المشكلة والله انا دايما اشتري لهم المشكلة اما في يوم يومين وكسروا. لا كسروا. هذا كسروا. خشب. كسرش. صدق انا شاري نفس اللون هذا وين؟ لا دي. الفايبر الفايبر. دي الاسود هذه. بلاستيك. اخذت طقم ثلاثة 150 من عند الباب. بلاستيك. ما نفس الشيء هذه بس ابغى اصبها بردك. يلا شكرا جزيلا. انت لو عايز احسب لك بوس وش احسب لك دولار 600. والله هذه لفتة انتباهي كذا. يلا شوف انا موجود هنا اشاور نفسي كذا. شكرا. هذا بكمل القمل الصغير.